مجددا لكم مشاهدينا، والآن إلى فقرة ضيف غرفة الأخبار. ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، يحرص المواطنون على اتخاذ التدابير والإجراءات الكافية للوقاية من الفيروس، من بينها شراء وتخزين مطهرات اليدين وأقنعة الوجه، وكذلك تناول الأطعمة الصحية لتعزيز مناعتهم. ما هي الإجراءات المتبعة للوقاية من هذا الفيروس؟ هذا ما سنتعرف عليه مع الدكتور عبد الرحمن عيساوي، أخصائي تغذية. صباح الخير دكتور. صباح الخير أخت، وشكرا للاستضافة. شكرا لك أنت أيضا على تلبية الدعوة. إذا دكتور، ربما كثر الحديث عن كورونا بداية مع انتشاره في دولة الصين، لكن ربما تعطينا تعريفا بسيطا يعني عن كورونا، أعراضه، كيف تتنقل العدوى، وربما حتى حضانة هذا الجسم لهذا الفيروس يعني حتى تظهر الأعراض. كورونا هي مجموعة من فيروسات، هي عائلة من عائلات الفيروسات تنتقل بين الحيوانات، لكن يحدث أن تحدث طفرة أو شيء في الفيروس نفسه، يصبح الفيروس قادر على الانتقال من الحيوان إلى الإنسان. ما حدث في الشرق الأوسط أو في يسمى متلازمة الشرق الأوسط MERS، هذه انتقلت من الإبل، هذا الفيروس انتقل قبل من الإبل إلى الإنسان، أو انتقل من قط زباد أو زردي كما يسمى في الدارجة عندنا، لسيفات. سيفات حيوان طويل هكذا ليلي يظهر في الليل، انتقل وشكل متلازمة الالتهاب الرئوي الوخيم التي نسميها السراس. الآن هذا الفيروس محددا اللي نحكي عليه اليوم، اللي هو كورونا، أو كما سمته منظمة الصحية العالمية بانكوف 2019، ولا فيروس الكورونا المستجد 2019 أو 19، هذا لحد الآن لا نعلم من أي حيوان انتقل إلى الإنسان، لكن ما هو ما نعلمه حتى اليوم هو أنه جاء من سوق لبيع الحيوانات والغذاء في الصين، مدينة يوهان. ولكن هذا هو تعريفا الفيروس نوعيته. أما عن طريقة انتقاله فهو ينتقل عن طريق السعال. مثلا شخص يسعل فتنتقل قطيرات من مخاطية من فمه في الجو، فيستنشقها إنسان غير مريض، وتلك القطيرات تحتوي على الفيروس، فتكون هناك العدوى. هذه عن طريق السعال أو العطس بنفس الطريقة، أو عن طريق نسميها contamination manuporti، معناها ما ترفع باليد. مثلا الأسطح، الإنسان عندما يكون عندما يعطس يغطي فمه أو عندما يسعل، فتصبح يده ملوثة بهذا الفيروس. فإذا لم يستعمل وسائل الوقاية كالمنديل وشيء آخر، ف ربما سوف يصافح شخص سليم، هذا الشخص سليم سوف يحمل الفيروس في يده، فعندما عند وضع يده في فمه أو عينه أو حك عينه أو شيء من شيء الأنسجة المخاطية يعني لميكوز وجهه، فينقل الفيروس بيده إلى جسمه. هذه الطريقتين للانتقال. أما عن مدة الحضانة، تعريف مدة الحضانة هو جد مهم في الأمراض الفيروسية أو الأمراض المعدية. مرحلة الحضانة هي مرحلة التي تكون فيها العدوى، أي ينتقل الفيروس إلى جسم سليم لا يحتوي على فيروس، حتى المدة هي المدة التي يستغرقها حتى يصبح هذا الفيروس يستطيع أن يعطي أعراض، تظهر أعراض المرض على هذا الإنسان. هذه المدة نسميها مدة الحضانة. في فيروسنا هذا كوف 2019، المدة هي بين يوم و 12 يوم ونصف، كما أن الفيروسات الأخرى لكورونا فيروس كانت تتراوح بين 14، وهنا نسمع كثيرا 14 يوم، يجب وضع الكمامة 14 يوم بعدما نكون التقينا كنا في منطقة فيروس، أو يوضع للناس الذين يأتون من مناطق أين يوجد الفيروس مدة عزل صحي أو حجر صحي لمدة 14 يوم. هذه 14 يوم هي مدة آمنة، زدنا أيام لكي تكون المدة آمنة
هكذا بعد مرور 14 يوم ولم تظهر أعراض يستطيع الإنسان أن يقول أنا لم أصب ولم أكن كان لم تكن عندي عدوى بهذا نعم. الفيروس. نعم دكتور، لو نعود ربما إلى طريقة انتقال هذا الفيروس، يعني أنت تحدثت وقلت أنه ينتقل عن طريق الزكام أو العطس، لكن عن طريق السعال أو العطس. نعم لكن ربما تزامن وقت انتشار هذا الفيروس مع الإنفلونزا الموسمية. ربما الفرق بين هاتين، يعني الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، لأنه الكثير متخوف من هذا الفيروس، والآن حتى لو كان بعض الأشخاص مصابين بالإنفلونزا الموسمية يكون في هناك بعض الخوف والهلع. نعم هناك كثير من الهلع المنتشر خاصة عند المرضى الذين يصابون بالإنفلونزا بصفة عامة. الفرق بين الزكام أو حالات البرد لاغريب والكورونا فيروس المستجد هو في الفيروس نفسه، ليس نفس الفيروس. فيروس نزلات البرد أو لاغريب هذا لا يعطي مناعة، أما فيروس الكورونا حتى لحد الآن المعلومات التي تتحصل عليها الأطباء تبين أنه عندما يمرض الإنسان به يكتسب مناعة ولا يمرض به مرة أخرى، هذا في ناحية الفيروس. ثانيا وطأة والحدة، حدة المرض عند لحد الساعة الوطأة هي عند الناس كبار في السن، كما يقولوا عدد الوفيات هو بالنسبة لكورونا فيروس أكثر من كما نسميها البرد الموسمي أو غريب الزكام الموسمي. هنا في الزكام الموسمي ولا غريب عندنا نسبة الوفيات متوسط 0.1%، أما في الكورونا فهو نسبة كبيرة نوعا ما اللي هي 2 حتى 3%، لكن المنظمة العالمية للصحة حسب بعض الدراسات الأخيرة تقول 1.4%، لكن وعندنا في الخطورة، لكن الشيء الذي يختلفان فيه كورونا فيروس لا يصيب الأطفال أو لا يعطي أشكال حادة من هذا المرض عند الأطفال، لكن درجة الخطورة عند الأطفال تكون أقل من الكبار، أقل من الغريب، أقل من زكام الإنفلونزا الموسمية. نعم دكتور، ربما في هناك بعض المفاهيم السائدة اليوم يعني هنا في المجتمع. نعم تفضل. من ناحية الأعراض، من ناحية الأعراض، أعراضه أعراض الكورونا فيروس هما أعراض كأعراض تنفسية كالسعال، العطس، الحمى، هذه عندما تكون بأقل درجة خطورة، وهذا ما يمثل 80% من هذه هذا المرض، يعني 80% من المرضى ما همش راح يعطونا، ما راحش راح يكون عندهم مرض حاد جدا، يقعدوا 20% يمكن أن تعطينا التهابات رئوية يعني دبنوموباتي، ويمكن أن تعطينا ما نسميه متلازمة تنفسية الحادة الوخيمة SRAS، نعيط لهم سراس، هذه يعني جهاز تنفسي تكون العدوى جد قوية فيه، يمكن أن تعطينا حتى عجز كلوي أو حتى تؤدي بالوفاة للأسف في بعض عند بعض الناس. الأشخاص الأكثر عرضة الآن، الناس تسأل الأشخاص من هم الأشخاص أكثر عرضة، نحن يجب أن ندعم معلوماتنا لأن المعلومات شحيحة في هذا المرض، تأتينا المعلومات من الصين لأنهم عندهم أكثر، يعني هي منطقة الوباء، هي منطقة الوباء، ولكن اكتسبوا خبرة مع الوقت. لكن منظمة العالمية للصحة ماذا توصي؟ توصي بأن الناس الأكثر عرضة هم الناس المسنين، كلما زاد السن أكثر من 60-65 سنة زادت العرضة، والأشخاص المرضى بالأمراض المزمنة خاصة عندنا القلب، عندنا السكري، عندنا الفشل الكلوي، عندنا أمراض تنفسية مثل الربو وانسداد القصبات الهوائية LBPCU، وعندنا أمراض مثل القصور الكلوي والضغط الدموي. نعم. هذه هم الأعراض، يصيب أكثر الرجال من النساء
عندنا في نسبة الإصابة عندنا الرجال أكثر من النساء، يرجع الأمر لأن الالتهابات الرئوية تصيب أكثر الرجال. ربما هناك مشكلة في الاختلاف راهو في الهرمونات، الهرمونات نعم. النسوية ربما تكون تحمي أكثر النساء من هذا المرض، لا يصيب الأطفال أو يصيبهم بنسبة ضئيلة، حتى لحد الساعة نقدر نقول باللي المرض ما يكونش عنده وطأة كبيرة وما يكونش حاد بالنسبة للأطفال. نعم دكتور عساوي، لكن كما سبق وقلت يعني كان في هناك ربما بعض المفاهيم السائدة التي تنتشر اليوم في المجتمع الجزائري وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغذية التي تقي من هذا الفيروس، وربما نبدأها فكرة بفكرة، ونبدأ الأول ربما بالفيتامين سي. ربما في هناك من يدعي أن الفيتامين سي يقي من الإصابة بفيروس كورونا. نعم جيد أن نطرق لهذا الموضوع، لأن المشكل كبير في التهويل. عندما يكون التهويل، هذا التهويل يجعلنا نبتعد عن التوصيات التي هي تمكن أن تنقص من الإصابة بهذا المرض، توصيات المنظمات العالمية. نعم قلت الفيتامين سي، الفيتامين سي هو معروف أنه دواء أو يستعمل لحالات التعب كما نقول العابرة، حالات التعب العابرة. الفيتامين سي يساعد المناعة على يساعد على تقوية المناعة، لكن لا يوجد ما نقول يعني يثبت بأن الفيتامين سي يشفي من هذا المرض أو يمنع حدوثه. لازم نكون واضحين في هذا الأمر هذايا. حتى منظمة العالمية للصحة تأتيها أسئلة مثل هذه الأسئلة وتقول بليك هذا المشكل هذا، حتى ناس تقول بلي يجب أخذ أكثر من جرعة أو أكثر جرعات كبيرة يمكن أن تسبب أخطار لجسم الإنسان. نعم، وحتى أنه بعض الصيادلة كذلك ربما يغتنمون الفرص للترويج لمثل هذه الإشاعات. لو الآن نروح ربما إلى الثوم، يعني هذا الصنف من الخضر كذلك يرجعه البعض للوقاية من الفيروس، ما يحتويه من مواد مضادة للالتهابات ومواد مضادة لانتقال العدوى، يعني مثبوت علميا بأن الثوم، لكن اللي يعتبر حماية. عندما نقول الواحد بلي الثوم راح تحميك، هو راح يأخذ الثوم ويخلي الإجراءات اللازمة، مثلا غسل الأيدي أو بعد نطرقوا لها، لكن راح يخليها، ولكن ما لا يوجد أي إثبات ثم لا تحمي من فيروس كورونا. ربما غذاء يكون غذاء كامل وغذاء فيه مواد غذائية كثيرة جيدة مثل الثوم، هو غذاء جيد يزيد في مناعته، لكن حماية لا. نعم دكتور، وهناك كذلك البعض من يقومون برش الكحول على الجسم يعني كوقاية، كذلك إجراء وقائي من هذا الفيروس. نعم. رش الكحول على الجسم هو جد خطير، خاصة في الأغشية المخاطية مثل العين أو الأنف أو الجسم. هو عندما يرش الكحول على الأسطح أو المواد أو ليقتل الفيروس، لكن فوق الجسم عندما نرشه ليس له أي فعالية على الفيروس الذي إذا كان دخل إلى الجسم. نعم. وبخصوص شرب الشاي والبسباس كذلك دكتور، شرب الشاي والبسباس هذه إشاعة قامت في وسائل الاجتماعية، ومما أجبر مثلا في وزارة الصحة البرازيلية حتى إلى إصدار تكذيب رسمي بأنها لا تقي. الناس عندما تخاف وتكون هناك تهويل تبحث عن ما نسميه الغذاء السحري أو حاجة سحرية تتشبث فيها، لكن الشاي عنده شيء يساعد المناعة لكن لا يحمي ولا يقي ضد هذا الفيروس. نعم ربما مثل هذه المواد دكتور حتى أنها ربما تساعد يعني في الشفاء عندما نكون مصابين بالإنفلونزا الموسمية، تساعدنا ولكن لا تمنعها، ربما تنقص من مدة المرض مثلا في عضل اللي يريح الإنسان 5 أيام أو 6 أيام وهو مريض، لكن نقص المدة بلك نقص الأعراض لكن لا تشفي، باش نكونوا واضحين. نعم دكتور، وبخصوص لبس أكثر من كمامة، لبس أكثر من كمامة هذا سؤال يطرحه المرضى، هو كمامة واحدة
ينصح بلبس كمامة واحدة ينصح البعض، ولكن من ينصح باستعمالها؟ تنصح للإنسان المريض في حد لكي لا يعدي الناس الآخرين أو الناس الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى مثل الأطباء والممرضين والناس التي تكون في اتصال مباشر مع المرضى. لكن للناس لحد الساعة لا ينصح بالكمامة للناس في الطريق أو للناس السليمة. نعم دكتور، وكذلك مع انتشار يعني هذا الفيروس أصبح ربما المواطنون والمستهلكون بصفة عامة يعني تخوفا من الإصابة بهذا المرض ربما شرب المضادات الحيوية بطريقة عشوائية دون اللجوء إلى الطبيب وحتى إلى الصيدلي وغيرها. نعم، ليكون في علم هذا عبارة عن فيروس، المضادات الحيوية ليس لديها أي أثر على الفيروس مباشرة، وهذا تداوي استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب هو جد خطير،